امبارح ماشي، احنا امبارح ماشيين والله، كنا في البحر وما فيش اي حاجه حصلت. اي اللي يقولوا مظاهرات مش فوجئنا الحاجات دي في التلفزيون، لكن على الطبيعه والله ما حصل حاجه. واحنا احنا بقى لنا 4 ايام هنا على فكره، احنا مش اسكندرانيه اصلا، احنا بحراويه وجايين برضو نقضي وقت سعيد هنا. 4 ايام اقسم بالله العظيم ما شفنا حاجه. لا ما فيش مشاكل ولا حاجه، احنا عاوزين البلد تمشي في امن وسلام، لان هي دي بلدنا نخافوا عليها. ما حدش يعمل شغب ولا يعمل حاجه وحشه تضر البلد، عشان نعرفوا نعيشوا لاولادنا بعد كده. يعني طريقي كله الصعيد الغربي، شايف طرق جديده وشايف كباري وشايف، يعني بصراحه الراجل شغال، الراجل شغال. احنا شفنا عيال صغيره، ما شفتش طلبه كليات، ما شفتش ناس كبيره في السن، اغلبهم شباب بيستيقلوا دول كانهم طالعين رايحين الاستاد ورايحين ماتش كوره، وهو كلام بيتقال وخلاص. ومش عايزين البلد دي تنهض، مش عايزيننا نقوم، مش عايزيننا نرفع راسنا. ما صدقنا جالنا رئيس يعني قلبه على البلد، عنده استعداد يشيل كفنه على ايده عشان يضحي بسبيل البلد دي. فمش عايزين كده، مش عايزين البلد تنهض. البلد فيها نهضه في كل المجالات، طرق، كباري، صحه، تعليم. في مباني، في بعض السلبيات، ولكن البلد جايه في كل مجال، جايه بالنسبه للزراعه، بالنسبه لتصليح الاراضي، مشروعات في كل المجالات بنقوم، في كل المجالات بننهض. راجل بيعمل مدن جديده، مشاريع بتشتغل، عماله، روحوا العالمين الجديده شوفوا المشاريع عامله ازاي والمدن الجديده ازاي. المصانع، العاصمه الاداريه، الكهرباء اللي كانت بتقطع وطوابير البنزين. تعالوا فهموني انتوا عاوزين تعملوا مظاهرات ليه؟ في مدارس جديدة طالعة احنا ما كناش بنحلم بيها، كثافة الطلاب بقت 25 و20 طالب في الفصل، أنا أولادي في مدارس تجريبية. وبعترف بالكلام ده. الراجل ده بيتحارب ليه؟ فهموني هو عمل إيه؟ بيبني اقتصاد؟ احتياطي النادي عندك معدي ال 40 مليار. فين أنتم؟ نشجع الرئيس بتاعي ورئيس الدولة كلها، ونشجع الدولة المصرية، حكومة وشعب، وأنا كمواطن عربي بدوي نحتز برئيسي وبحكومتي وبشخصيتي. عايزين ننتقل لها في البلد دي، وعاوزين البلد تبقى مستقرة ونعيش زي الناس، مش عايزين يحصل زي ما حاصل في سوريا وفي العراق وفي ليبيا. احنا بلدنا لازم نخاف عليها، واي واحد ارهاب هنشوفه مش هنسيبه، ولازم نخاف على البلد دي. لا مفيش مظاهرات، ده كلها كذب، كلها كذب، مفيش حاجات من دي. وحتى لو كان في، احنا مش خايفين من حد، وهنقف مع الرئيس وهنقف معاه. لا هنقف معاه، ما شفناش غير امن وامان غير على ايديه، وهنقف معاه وكلنا معاه. ده كلام فاضي كل اللي بيعملوه ده، بيشوشروا على الناس، وعشان كده هم اصلا متغيبين الناس دي. لو هم عندهم فكرة، اللي يشوف التصويرات اللي هم منزلينها هيلاقوها تصويرات قديمه اصلا، اللي بيتكلموا عليها السيسي ده. ربنا يكرمه يا رب على اللي عامله في البلد، وكفايه الامن والامان اللي فيه. دول جماعه فاضيه، دول عايزين يخربوا البلد، ما بيحبوش حد، دولت لمؤاخذه. الرئيس ده تكفى اللي هو يعني شايل لنا. انا الراجل ده بحبه الصراحه، الله يعني الله يبارك له، ربنا معاك. اهم حاجه عارف البلد دي لو وقعت يلا يبقى الوطن العربي كله خلاص، باي باي. قالوا مظاهرات وقالوا في حاجات. انا ماشي في الشوارع امبارح، انا ساكن قريب من حته في المنظره، قريب من 45 والاماكن دي، انا ما شفتش واحد في الشارع، ما شفتش تجمعات كبيره او الكلام ده. البلد جميله ومستقره، وبعدين السيسي فضله كبير علينا، يعني احنا انا عن نفسي بحبه، ده رايي شخصي طبعا، بس مش من العاطفه الوجدانيه، يعني مش بتكلم من منطلق وجداني. انا شايفه سوريا وشايفه ليبيا، وشايفه ان احنا اللي نزلنا قلنا له انزل، وحمانا كتير من الإخوان وأشباه الإخوان.